شفتش ليه؟ يا عم الله يكون في عون اللي شغالين معاها، ده ربنا قدها شويه. امال لو كنت شفت هي اما كان خالها وزير الخارجيه. هي دي عليها علامه دي؟ ايوه، ده كانت بتشرب بلاطه بدل لبن وهي صغيره. الله، صباح الخير يا سلام. صباح النور يا مدام. مالك بتعيطي ليه؟ عندكم جنازه ولا ايه؟ مفيش جنازه ولا حاجه، دي مشكله مع جوزي. ليه ضايقك في حاجه؟ اتجوز واحده غير راجل قليل الاصل. والراجل ذنبه ايه؟ الراجل اللي يعرف واحده ست غير مراته ويتجوزها كمان يبقى مش غلطان يا سلوى، تبقى هي اللي غلطانه وتستاهل، لان هي اللي ادته الفرصه علشان يعمل كده. الراجل لو قعد في وسط مليون واحده ست وهي عينها عليه كويس قوي واخده بالها منه كويس قوي، مش ممكن ابدا يرمش بعينه كده ولا كده. انا مثلا يا سلوى متجوزه استاذ كبير قوي في كليه الحقوق وعنده بنات حلوه كتير قوي ومراهقات، لكن مش ممكن ابدا يبص لواحده منهم. انت عارفه ليه؟ عشان بيحبني انا. صباح الخير. موضوع محاضره النهارده هو الجريمه. الجريمه بشكل عام مجرم، يعني اي جريمه بدون تخصيص. ودلوقتي مفيش قدام مننا غير المذكره المرفوعه من الدكتور سامي ابو النصر رئيس قسم القانون الجنائي بترقيه الدكتور سليمان عبد الباسط المدرس بالكليه الى درجه استاذ مساعد. في الواقع انا متابع سليمان وهو لسه طالب بالكليه. كفء، ممتاز على خلق، عقليه قانونيه، وبعد تخرجه بتفوق وتعيينه مدرس مساعد اثبت ان هو محاضر اكثر من كفر. كما ان موضوع رساله الدكتوراه اللي حصل عليها اخيرا بدرجه امتياز تعتبر مرجعا قانونيا في القانون الجنائي. المشرع نظر الجريمه، نظرها، وذلك بان جعلها تتكون من ثلاثه اركان. ثلاثه، لابد من اجتماع الثلاث اركان دول لتكون الجريمه. الركن الاولاني هو الركن المادي، الركن المادي. الركن الثاني هو الركن المعنوي، الركن المعنوي. الركن الثالث هو عدم الشيوعيه، بمعنى عدم الشيوع، ما تكونش شيعا. النهارده هنتكلم عن الركن الاولاني الا وهو الركن المادي في الجريمه. صباح الخير. اهلا يا علي. اهلا يا فندم. اتفضلي. تحت امرك يا فندم. انا عايزك في مهمه مستعجله. قوي خير؟ رتبي نفسك عشان تسافر اسكندريه بكره الصبح. ليه؟ خير ان شاء الله. ولي عهد هولندا هيوصل اسكندريه باليخت بتاعه بكره حوالي الساعه 4، وانا مش لاقي غيرك عشان يكون مسؤول عن الامير وعيلته في رحلته السياحيه دي. انا متشكره جدا يا فندم على ثقتكم فيا. مبروك، مجلس إدارة الكلية وافق على المذكرة الخاصة بترقيتك لأستاذ مساعد. مش فاضل غير موافقة مجلس إدارة الجامعة، ودي مسألة شكلية. ألف مبروك. دكتور سامي، في الواقع يا فندم أنا مش عارف أشكر سيادتك إزاي. أنت تستاهل كل خير. الكلية كسبت شاب ممتاز، عقبال ما هنيك بحاجة أكبر من كده. أنا متأكد إنك هتكون حاجة كبيرة قوي يا سليمان. السابع. السابع من الأدوار الكويسة أوي حقيقة.
سليمان، مش عادتك ابدا انك تنادي عليا من تحت كده. خير؟ قولي لي مبروك. ليه؟ بقيت استاذ مساعد، مجلس الكليه وافق النهارده. الف مبروك يا سليمان، عقبال ما تبقى عميد الكليه. متشكر يا ابو علي، متشكر. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ الدنيا حر وانت راجع من بره ملزق وريحتك عارفه. مفيش حر ولا حاجه، بالعكس ده النهارده يوم مناسب جدا للعلاقات الاسريه البحته. لا مش مناسب ابدا، الدادة زمانها راجعه هي والاولاد من النادي. ده بقى لها كتير، فاضل لها كتير قبل ما تيجي. نص ساعة وهتبقى هنا، عيب كده. لا ده نص ساعة تعرفي كافية جدا للعلاقات الأسرية البحتة. نص ساعة يكفي تماما. ايه يا سليمان انت النهارده مش طبيعي ليه؟ فعلا انا مش طبيعي النهارده، فرحان فرحان يا عليا وعايزك بصراحة، عايزك قوي يعني. دكتور انت مش جاهز وانا مش جاهز. ده انا جاهز تماما يا عليا، جاهز تماما. استحميت؟ نعم. خدت الدش؟ استحميت اللي هستحمى في الشارع يا عليا، ما انا لسه جاي قدامك دلوقتي. يبقى خلاص يا دكتور مش جاهز، بالليل. اللي بالليل بالليل والنهار ماله؟ مش فاهم انا ماله النهار. وبعدين معاك، قلت لك بالليل يا سليمان بالليل. وانا اجي بالليل تقولي لي بالنهار، واجي بالنهار تقولي لي بالليل. هيبقى امتى؟ مش فاهم انا. من فضلك عايز ابو كبير، ابو كبير 712. مستعجل مستعجل جدا. نعم ابو كبير شرقيه. الف مبروك يا حاج عبد الباسط. الله يبارك فيك. ربنا يعلي مراتب سليمان ليه كده على طول يا رب، عقبال ما نشوف وزير يا حاج عبد الباسط ان شاء الله. يا رجاله انا مرتب للحكايه دي من بدري. يعني امتى؟ امتى نفرح ونهيص ونشرب شربات الوزاره يا حاج عبد الباسط؟ قريب قريب ان شاء الله. يا رجاله كرسي الوزاره ده مش سهل، ده له سكه ولازم الواحد يمشيها خطوه خطوه، واول خطوه لازم الدكتور سليمان يكون عضو في مجلس محل المركز. ليه مجلس محل المركز يا حاج عبد الباسط؟ ليه ما يكونش في مجلس الشعب؟ كله بامر الله. هشام كده غلط يا حبيبي، كل زي ما انا علمتك. الولد لسه صغير قوي على الحاجات دي عليه. من فضلك من فضلك سيبني اربي الاولاد زي ما انا عايزه. اف زهقت بقى من التصرفات دي. تصرفات ايه عليه؟ مش وقت مناقشه يا سليمان. معقول اللي انت بتعمله ده؟ في خضتين. انت عارف كويس ان الاولاد بيقلدوك في كل حاجه، لازمتها ايه بقى الشوكه والسكينه ما دام بتاكل بايديك زي الهمج؟ بقولك ايه، الفراخ ما بتتاكلش غير كده، ارانك ان رؤساء الوزارات بياكلوها كده وبيمصمصوا العظم كمان. بعد كده تبقى تاكل لوحدك يا دكتور. شكرا. محدش يقوم من مطرحه. تفتكر ان ده تصرف دبلوماسي؟ يا عليا ده بيت، بيت مش وزاره الخارجيه ولا هيئه الامم المتحده. يعني ايه؟ اللي اعرفه ان الاكل نعمه من نعم ربنا، مش تاديب وتهذيب. الاكل بالطريقه دي عليا يبقى سم هاري. اتفضل قوم علشان الاولاد، الظاهر ان مفيش فايده منك. فعلا مفيش فايده مني. عارف عليا كان المفروض تجوزي واحد بتاع بروتوكول زيك، مش استاذ في الجامعه. ارجوك ما تعليش صوتك. انا صوتي عالي. خلاص ما دام خلاص تبقى تتفضل. حاضر.
انا مسافره بكره اسكندريه. انت مش لسه راجعه من عند مامتك من اسبوع؟ لا المره دي بقى في شغل. انت ما قريتش في الجرايد ان ولي عهد هولندا جاي مصر للسياحه؟ اه قريت. انا بقى المسؤوله عن الزياره دي. طيب انت مسافره والاولاد؟ اطمن هيقعدوا عند ماما لحد الزياره ما تنتهي. تصرف سليم. بس اصل انا كنت لدادي عازم الاستاذ عادل عيسى هو ومراته. مين عادل عيسى ده؟ عادل عيسى رئيس النيابه. عرفنا عليه الدكتور عوض مدكور، ساعدني كتير جدا في الرساله بتاعتي. مش ممكن الزياره دي تتاجل؟ معقول بعد ما اتفقت مع الراجل وقبل الدعوه؟ طيب بس تبقى بره البيت. اوكي. عايز اعرف انا سايبك المده دي كلها ليه؟ ليه؟ لازم ادفع ايجار الشقه بكره فرغان.
هو من فضلك العرض هيبتدي امتى؟ دلوقتي حالا. شكرا. تحب سيادتك تاخد حاجه؟ انا هتعشى. قبل العشاء تحب سيادتك تشرب حاجه؟ اه طبعا. ويسكي يا فندم. جيد جدا. يختلف عن
انا مش قلت البنت دي ما تجيش هنا تاني؟ ما انت عارف يا فندم انها شبطه فرغلي. اي بنت تخش المحل ده لازم تكون تحت امر. اتفضل مشيها. والزبون اللي معاه مين ده؟ زبون جديد تغور هي وهو، ما احنا شاقصين بلاوي. اتفضل نفذ اللي بقولك عليه. انت متجوز؟ من 7 سنين والدي جوزني بدري علشان ما نحرفش. وانت ما انحرفتش لحد دلوقتي؟ الحقيقه نسى لسه. لكن ناوي. حضرتك عندك مانع تشوفيني وانا بنحرف لاول مره؟ الحقيقه المساله تستاهل الفرجه. قولي. ايوه. هو انت ناوي تنحرف امتى؟ فرويد قال كلما كانت الرغبة ملحة كلما كانت السرعة مطلوبة، فعلميا الليلة أفضل. ومع مين بقى من غير مقاطعة؟ والله في الحقيقة كلك نظر. أنا شايف مفيش داعي نروح بعيد. تليفون يا مدام ابتسام. يهدك يا فرغالي، دقيقة واحدة. اتفضلي يا فندم. أنت اسمك إيه؟ سليمان. دقيقة واحدة يا سليمان. نعم. ابتسام. أي. صاحب المحل وصل وشافك والعصب رجله. ليه؟ عشان خاطر بلاش مشاكل. إذا كان الجو استوى هو وسامح فيه. قلبه فيه الخير، كتر خيره. يعني حضرتك ما كلمتيش في التليفون؟ ما كانش فيه لا تليفون ولا دياول، ده المنايل كان عايز يقول لي حاجه. المنايل مين يا فندم؟ الدنيا حر قوي، مش كده يا سمعان؟ سليمان. يا سليمان. فعلا الدنيا حر ورطوبه كمان. تحب سيادتك نصرف في حته تانيه؟ يا ريت، اطلب الحساب بسرعه. الدايره كلها اول ما خدت خبر بترشيح به الدكتور لمجلس الشعب، وكلهم قالوا صوتنا ليه، احنا هنلاقي زيه منين؟ وهياخد مكانك في المجلس يا عمدة، وكرسي البرلمان يفضل في بلدنا. على بركة الله. وأنا بقى بإذن الله هسافر مصر بكرة وهخلي الدكتور سليمان يقدم أوراقه للترشيح. بإذن الله ناجح. وحضرتكم مين؟ دكتور سليمان. وحضرتكم مين؟ دكتور سليمان. دكتور سليمان. المكان اللي ريحك نروحه، ولو إني ما بحبش الزحمة. إيه رأيك نقعد في مكان شاعري ما فيهوش حد؟ ما عنديش مانع. انت زي تحب السكه القصيره. بس الاول نتفق على ايه؟ الفلوس. تحت امرك. 5 جنيه؟ لا 50 جنيه. 50 جنيه؟ هي الاسعار غلت في الحاجات دي كمان؟ المفروض يكون في دعم. عندك مراتك ببلاش. خلاص 40، وده علشان انت لسه منحرف جديد زي بعض، بس الضرايب عليك. ايه وقفت ليه؟ افتكرت حاجة رزلة شوية. خير؟ اصلا انا آنسة في الحقيقة، يعني ما عنديش مكان، ولو رحنا لوكاندا هيقولوا البطاقة وقسيمة الجواز، وحقيقة الحكاية مش مستحملة مصاريف أكتر من كده. أيوة، وآخر الليل ترجع لمراتك تقابلك بخناقة وتقول لك كنت فين لغاية دلوقتي. مراتي مسافرة هي والأولاد. يبقى خلاص مفيش مشكلة، ما نروح بيتك. لا، كله إلا شقة الأولاد. طب سو على فين؟ على عندي. عندك شقة وساكتة؟ اطلع الاول على ميدان التوفيقيه نشتري حاجه ناكلها ولا نشربها. البيت منفض عندي يا اخويا. اهلا توفيق بيك. اهلا. اتفضل يا بيك.
اتفضل. شقتك ظريفة أوي، صغيرة أوي، عارفة؟ تناسب الأيديولوجية بتاعتك. الإيه؟ وضعك يعني ظروفك. وبعدين في الكلام اللي أنا مش فاهماه ده، دي اللي حيلتي من الدنيا يا أخويا. خدتها إزاي حضرتك؟ أبداً. بص، تعرف واحد مقاول كبير من زمان إداهاني هدية. رزقك واسع جداً يا أنسة، تليكي كمان ما تدفعيش إيجار. تحنقلي فيها بدفع يا اخويا. لازم زعلتوا مع بعض بقى. ابدا. المنيل بقى العماره. المنيل بقى العماره. ايه ده؟ جايب نبيت؟ حقيقة انا ماليش في الويسكي. انا جايب معايا حاجة كده يا دوب تشعشع معايا لغاية الامور ما تاخد مجراها الطبيعي. جنكوا بقت ايه قوي كده ليه؟ ليه بس يا توفيق بيه؟ ده احنا عندنا شوي جن، بس سيادتك شرفتنا متاخر. شو هعمل ايه انا بشو؟ فين النسوان؟ الحاله اتغيرت بيه، ونزل اداب اللي من دول مقفل معانا شويه. وفاتحين ليه؟ ما تقلبوه كازنوا بالنهار للعيال الحبيبه اللي بيجوا يشربوا ليمون. هو مشغلول على راي المثل، من فات قديم وتاه. خد. انا ما بشربش سجاير. دي مش سجاير. سجاير ازاي؟ اذا كان طلع دخانه سجاير ازاي؟ ما هو مش كل اللي بيطلع دخان سجاير. امال يبقى ايه؟ دي بتساعد على الانحراف. سكن كده معلش. فيها ليك انت هنا ساعة واحدة وحنزلك، ما تتنقلش من العربية. Thank you.
يا توفيق. توفيق يا لهوي، استنى هقول لك. اخرجي انت يا مجرمه، دور الجاي. انا هو بقى بالدور ولا ايه يا محترم؟ يا لهوي يا لهوي توفيق. واحده بقى يا استاذ، انا هفهم حضرتك ايه الحكايه. هي النضاره فين؟ فين النضاره؟ عشان كنت بدور على النضاره. شوف ده سلوك غير حضاري اللي حضرتك بتعمله ده. وعيد يا لهوي توفيق، سيبه يا توفيق هتموته. يا اخي توفيق، اللي بتعمله حضرتك يعاقب عليه القانون. صدقني انا بفهم في القانون كويس، لان دي اشياء يعاقب عليها القانون مهما كانت الظروف. يا سيد توفيق انا عايز افهمك على حاجه. يا لهوي حرام عليك يا توفيق، هتموت الراجل. ده بيتي، اللي يخش من ورايا لازم اخلص عليه. حرام عليك يا توفيق. يا لهوي يا خرابي يا خرابي. جوزك المقاول اللي قتلني الشقة. ده مش بني آدم، أكيد هربان من جنينة الحيوانات. فين النضارة؟ لما فوق ابقى قولي له إن أنا ما كنتش أقصد أضربه، انا ضربته من غصب عني، ده كان حماوتني، انا ضربته من حلاوه الروح. الحقيقه دي فرصه سعيده جدا. اوعى تتحرك خطوه واحده. ايه عزاه يفوق ويضربني تاني ولا ايه؟ الراجل مات. لا هو هو هتلاقيه مغمى عليه بس ولا حاجه، هزيه هتلاقيه يقوم زي الجن. بقول لك الراجل مات. مات؟ معقولة تلاقيه بس حضرتك؟ مات، مات وانت اللي قتلته. يا لهوي يا لهوي، ليالي سودا وايام سودا حطيت على دماغك يا ابتسام. احنا نطلب دكتور يمكن يقدر يعمل حاجة. دكتور دلوقتي. دكتور هيعمل ايه؟ الواحد مات مات. أنا كنت بدافع عن نفسي، أنا مش ممكن أقتل، ده ضربة أفضل إلى موت. المادة 236 من قانون العقوبات. عقوبات؟ عقوبات إيه؟ بقول الكلام ده للبوليس. حضرتك هتعملي إيه؟ هطلب البوليس يا أخويا. مستعجلة ليه؟ ما إحنا مع بعض والمصيبة واحدة. من فضلك إديني دقيقة. لكن القتيل ده يخصك أنت، تتحمل مسؤوليته. احنا بنضيع وقت كتير في الكلام. انا هتخلص من الجثه في اي حته. لا ده انا هطلب البوليس. سجن النساء وجربته قبل كده. انت خايف من البوليس ليه؟ انت مش بتقول انك قتلته دفاعا عن روحك؟ انا هشهد معاك على الكلام ده. ايوه بس في حاجات تانية. هي أنا الدكتور سليمان عبد الباسط. بطني ولا ناسا؟ أنا أستاذ في كلية الحقوق. شكلي يبقى إزاي وسط الطلبة بتوعي وأهلي ومراتي وولادي الصغيرين؟ دي أول مرة في حياتي أصهر فيها برا البيت. أسره هتعمل ايه دلوقتي؟ زي ما قلتلك
احنا نتخلص من الجثة. مهما عملت البوليس هيوصل لنا. البوليس شاطر. انا بقالي 17 سنة معجون في القانون والجرائم. عايزك تكوني مطمنة خالص، هادية تماما. كل حاجة هتتم صح. علم الجريمة انا درسه كويس قوي. زي بعضه. بس اديني امارة انك كنت هنا وان انت اللي قتلته. زي ايه؟ هات بطاقتك. اتفضلي. خش جوه واقلع هدومك التحتانية. تقصدي ايه؟ حضرتك مش فاهم بهدوم التحتانية. ما انتش عارف يعني ايه هدومك التحتانية؟ ايوه يعني الفانيلا ولا يعني اللي تحت الفانيلا اللي فوق واللي تحت. طيب يعني امشي في الشارع ومعايا قتيل وكمان من غير اللي تحت تبقى. بقول لك ايه؟ أيوة. اذا كنت انت معجون في القانون انا معجونه في الهم طول عمري ومش هتعرف تضحك عليا. هدومك التحتانية اهم عندي من البطاقة. البطاقة ممكن تقول اتسرقت منك، انما دول هيتسرقوا منك ازاي؟ والكلب هو اللي يقدر يشمها ويعرف انك صاحبها، وكمان مراتك يا استاذ تقدر تتعرف عليهم. اتفضل. حاضر حاضر، بس ارجوكي ما تصرفيش اي تصرف من غير ان ما اعرف. اي خطا في تصرفاتك ممكن يودينا في داهيه عند الاثنين. على هنا رايح فين؟ شيل يا حبيبي القتيل بتاعك معاك. ايوه بس من فضلك اديني دقيقه واحده هشوف السكه وافتح باب العربيه. ولا خايف اهرب؟ ما انت معاكي كل ادله الادانه. طب يلا بسرعه. اساعدك ده ايه؟ لو ساعدتك ابقى مش شركه معاك، انت راجل بتاع قانون وعارف الحاجات دي. يعني معقول هشيله لوحدي؟ ده زي الطور، ده عايز ونش عشان يشيله. من فضلك من فضلك لو سمحتي. Thank you.
رخصة سيادتك ورخصة العربية. مع السلامة. عليا؟ ايوه عليا. انت مش كنت مسافره؟ بس رجعت. تسمح تقول لي كنت فين لحد دلوقتي؟ انت رجعتي امتى وازاي؟ الساعه 1 بالليل، ولي العهد غير البروجرام بتاع الرحله، قلت ارجع. فيها حاجه دي؟ لا ابدا، ما فيهاش حاجه. هو ده التصرف السليم. امال الاولاد فين؟ عند ماما في اسكندريه. قلت انا وانت نقعد لوحدنا كام يوم. اه فعلا فعلا، احنا محتاجين نقعد مع بعض كام يوم لوحدينا. تسمح تقول لي كنت فين لحد دلوقتي؟ هكون فين يعني؟ لقيت نفسي قاعد زهقان في البيت لوحدي، فقلت اتمشى شويه. لغايه الساعه 4 الصبح؟ اصلي كنت في سيدنا الحسين. سيدنا الحسين في قهاوي بتوع الصبح هناك. فين الشنب؟ شنب مين؟ شنبك فين؟ اتلسع. اصل لما اتلسع لقيت شكله مش هيبقى مظبوط فحلقته. شفتي ولي العهد؟ طبعا. شكله ايه؟ زي كل الناس، لا زايد ولا ناقص. يا ترى الناس دي شكلها زينا كده برضو؟ انت مش هتقلع هدومك؟ طبعا، ما انا لازم هقلع هدومي، بس لسه فين عقبال ما انام. ادي احنا قاعدين بندردش شويه. وانت ما يحلالكش الدردشه الا وانت زانق نفسك في الهدوم. مرات ولي العهد شكلها ايه؟ اصل انا كنت اعرف واحد ولي عهد في شبرا، في شبرنبور، بلد جنب لوكسمبورغ. مراته كانت حلوه عشان هو ولي عهد. احنا مالنا ومال مرات ولي العهد؟ انا ما وحشتكش ولا ايه؟ نعم. طبعا وحشاني.
وحشاني بس. بس ايه؟ بس انا بقول اروح اخد حمام عشان عرقان وريحتي. لا حبيبي انا بحب ريحتك كده. ما فيش داعي عشان خاطر احنا. معقولة يا سليمان لابس هدومك من غير فلانيل؟ الزهر نسيت. معقولة تكون نسيت؟ أمال يعني هتكون اتنشلت عليا؟ طب يا حبيبي ما تزعلش. هلا أنت لسه بالبنطلون؟ روحي الزهر لأن نسيت أقفل باب الشقة البراني. روحي صقري الباب. ان شاء الله ما تسوقر. طب اقفلي باب اوضه النوم عليا. مش مهم انا متعود يبقى مقفول. حاضر. او نو امبوسيبل اونجي سليمان فين اللي هدي نفسك ممكن تنسى تلبس الفلانيل لكن مش ممكن ابدا تنسى تلبس ال... انا هفهمك علي. ما انا لازم افهم. طبعا من حقك علي انك انت تفهمي. اتفضل. اصل انا وانا جاي قابلت حراميه. بيسرقوا ايه الحراميه دول يا سليمان؟ بيسرقوا الحاجات اللي انا مش لابسها عليا لان دي عصابه كانوا كاتبين عليها معقدين كانوا هم صغيرين ما بيلبسوش الحاجات اللي انا مش لابسها فلما كبروا كونوا عصابه مع بعض يهجموا على الناس اللي هم لابسين الحاجات اللي انا مش لابسها يخطفوها ويقعدوا يعيطوا معقدين. لا يا دكتور لا يا سليمان اكيد الحكايه غير كده خالص. اول جريمه قتل في تاريخ البشريه كانت بسبب امراه واخر جريمه كانت بسبب امراه برضه. اسمح لي يا دكتور. ايوه. هي اخر جريمه قتل حصلت امتى؟ قصدي يعني ان اخر جريمه في تاريخ البشريه غالبا هتكون برضه بسبب واحده ست. الاستاذ بعد ما حلق شنبه خد موقف ضد الستات. تعليماتك احمد بيه. الجثه تروح المشرحه لتحديد سبب الوفاه. دلوقتي حالا يا استاذ غلوله اللي تؤمر. رخص النقل يا محمد افندي. هي عربيه فين؟ ارقامها ايه؟ عايز اعرف مين صاحبها بس وحياتك دلوقتي حالا. المجني عليه من رواد الكباريهات وعيلة الليل كانت له علاقات نسائيه متعدده يا فندم. يعني خلاص مكتوب علينا نلاقي المجرمين في الكباريهات. اكيد الجريمه وراها واحده ست. يا سر مرحوم مقاول كبير وكان متعود يشيل معاه مبالغ نقديه ضخمه. ابن القتيل عند رئيس النيابه جه وانا بره. اول ما يخرج من عنده يشرف هنا اكيد عنده معلومات هتفيدنا. ولك الله يرحمه مقاول كبير. تفتكر انه اتقتل بسبب الشغل؟ اعوذ بالله يا بيه. والد الله يرحمه كان اسمه زي الالماس في السوق. بس انا عايز اقول لسيادتك حاجه. والدي وهو مسافر خد معاه 100,000 جنيه عشان يحطهم في حسابه في البنك هنا في القاهره. 100,000 جنيه؟ ايوه وكانوا معاه في العربيه. بس احنا لقينا العربيه بعيد عن مكان الحادث وما فيهاش ولا مليم. حتى ما لقيناش بصمات على عجله القياده ولا حتى على الابواب. يبقى بابا اتقتل بسبب الفلوس اللي كانت معاه.
الأول نشوف في البنك، يمكن يكون أودع الفلوس. هو حساب والدك في بنك إيه؟ سليمان، أنت عارف إن أنا بعتبرك زي واحد من أولادي، ده إلى جانب ثقتي فيك وفي كفاءتك. ده كتير عليا يا دكتور. في شركة استثمار طلبت مني مستشار قانوني، أنا رشحتك لها لأني عارف إن أنت هتكون على قد المسؤولية. ألف شكر يا فندم. في الحقيقة أنا مش عارف أقول لسيادتك إيه. الشركة هتدفع لك مرتب كويس، 300 جنيه في الشهر، ومش هتاخد من وقتك كتير، يا دوبك تفوت عليهم مرة واحدة في الأسبوع وبعد الظهر كمان. مسا طيب طيب. اهلا يا حاج. اهلا يا بيه. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. اصلي معايا ضيوف. اتفضل انت وضيوفك يا فندم. اتفضلوا يا جماعه، البيت بيتكم. ازي استهاني؟ ازي صحتك؟ اهلا بيكي. اتفضلت. اهلا. اهلا وسهلا. اهلا. اهلا استهاني. اهلا. اتفضل يا ابني. حضرتها حرم الدكتور سليمان. اهلا وسهلا. خالها سيادة الوزير السابق رحمة عبد الخالق. أهلا وسهلا. وهي بقى بتشتغل في وزارة الخارجية، بسم الله ما شاء الله، سفيرة فوق العادة. أهلا وسهلا. أمال الدكتور فين؟ لسه ما رجعش من الجامعة. بس ياك ما يغيبش، احنا مستعجلين قوي. زمانه جاي إن شاء الله. اهلا يا دكتور. اهلا يا بابا. كنت فين يا دكتور؟ احنا مستنيينك من بدري ومستعجلين قوي. تعال اعرفك على الرجاله. تعال. اهلا وسهلا. الحاج مهدي عمدة شنبار. اهلا يا حاج مهدي. اهلا يا دكتور. والحاج عوضين عمدة الميمونة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والحاج عبد الصمد عمدة بني قريش. اهلا يا دكتور صمد. اهلا وسهلا. والحاج مصلحي عمدة ابو طوالة. اهلا وسهلا. اما ده بقى، ده عبد العال مندوب شباب البلد. اهلا يا فندم. اهلا يا عبد العال. وكلنا بقى يا دكتور جايين نقول لك ان الدايره بتاعتك. دايره ايه؟ ايه مجلس الشعب يا دكتور. ايوه يا دكتور، كلنا قررنا ترشيحك للعضويه وجميع الاصوات وياك. ايوه، ده انت مشرفنا يا دكتور. انت احسن واحد تمثلنا يا فندم. الخطوه الجايه الوزاره، وفي ديك الساعه لما اكون وزير من دايرتنا. ايوه بس لسه بدري على حكايه الانتخابات دي. ولا بدري ولا حاجه، ده احنا حتى اتاخرنا. باب الترشيح هيقفل بعد يومين. يلا يلا جهز اوراقك وكلنا وياك. انت جيت يا سليمان؟ من فضلك عايزك دقيقه واحده. عن اذنكم لحظه واحده. اتفضل يا ابني. اتفضلوا اقعدوا يا رجاله. كويس ان اهلك وصلوا دلوقتي. ممكن بقى تقولي مين الست اللي كنت عندها، ولا انزل اقول لهم على كل حاجه؟ عليا الوقت مش مناسب علشان اناقش مشكله هايفه زي دي. بتسمي كل اللي حصل ده هوت حاجه هايفه؟ امال ايه المهم بالنسبه لك يا استاذ؟ يا ست افهميني، مفيش ستات من اساسه. اسمع، انت ممكن تخدعني من ورا ظهر، لكن تخدعني وانا وشي في وشك كمان؟ لا، انا مش واحده هايفه ولا هبله يا سليمان. في واحده ست وانت تعرفها كويس، وحصلت مصيبه سودة ليله امبارح. عليا، احنا ناجل المناقشه لغايه ابويا ما يسافر. أنا هعمل بأصلي يا سليمان، بس يكون في علمك إن أنا هدفعك التمن غالي. أنا ممكن أوصل الفضيحة ديت لحد الجامعة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور سليمان عبد الباسط ساكن هنا؟ ايوه ساكن هنا في الدور الخامس، هيمشي على الشمال. طب هو موجود لو سمحت؟ موجود، عنده ضيوف من البلد.
طب متشكر قوي، حيث ان عنده ضيوف من البلد ابقى اشوفه وقت تاني ومفيش داعي ازعل. خلصيني بالكابوس اللي انت عاملهولي، قلت لك مفيش ستات خالص. يعني مش عايز تعترف؟ اعترف بحاجه ما حصلتش. عايز اقول لك حاجه يا دكتور، في مثل قالوه الفلاحين اللي انت منهم، اللي طلع البغل فوق المدنه هو بس اللي يقدر ينزله، صح؟ يعني ايه عليا؟ يعني انا اللي عملتك، يعني من غيري ما كنتش هتسوى ولا حاجه، وزي ما طلعتك فوق انا اقدر انزلك الى اسفل السافلين. أنا خارج، خارج قبل ما ارتكب جريمة. أنت جاي ليه؟ مش عارف. جاي تاخد البطاقة والهدوم؟ لا، الحاجات دي مش هاخدها غير لما الموضوع يخلص خالص. مين يعرف علاقتك بالراجل اللي مات؟ مفيش حد. معقولة؟ بتوع كباريه معرفوش؟ حد من صحباتك؟ مفيش جنس مخلوق يعرف اللي بيني وبين توفيق القبان. لو بتوع كباريه يعرفوا مش بقيت كانوا يقسموه معايا، ولو بنت من البنات خدت خبر كانت حاولت تخطفه مني. فهمت؟ مش جاز هو يكون أي لحد من أصحابه. لا مش ممكن، أنا أصلي كنت غالي عليه قوي، ده حتى كان عايز يتجوزني لولا خوفه من مراته. ما علينا، المهم تويت الجثة فين؟ أنا ما تويتهاش ولا حاجة، أنا سبتها في مكان مكشوف علشان البوليس يلاقيها بسرعة. يا ده يا سودة، الناس تعمل عملتها وتخفيها وانت سايب لي الجثة في مكان مكشوف؟ ما كنت حطيتها في باترينا في شارع سليمان. ده شغل أنا بقى. لا فهمني، هو انا مش معاك في المصيبه ولا ايه؟ انا لو دفنت الجثه او حتى حرقتها البوليس مش هيهمد، التحريات هتجيب البعيد والقريب، لكن لما البوليس يلاقي جثه قدامه عارف مين صاحبها هيدور في سكه واحده بس. انت حر، اتصرف زي ما انت عايز، بس ما تغرقنيش معاك. ايه حكايه ال 100,000 جنيه اللي كانوا مع المرحوم؟ 100 ايه يا اخويا؟ 100,000 جنيه كانوا معاه، الجرايد كتبت كده. يا نهار اسود، ما الراجل داخل فاضي وخارج فاضي قدامك، يكون قصدهم ايه من الكلام ده؟ مش عارف. ادخل. في ضيف بره يا فندم عايز سيادتك، اسمه الدكتور سليمان عبد الباسط. خليه يتفضل. اتفضل يا فندم. شكرا. اهلا 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 اهلا. عامل ايه؟ ايه يا راجل، وانت محتاج لاذن علشان تدخل يا دكتور سليمان؟ لا. ده ايه المفاجاه السعيده دي؟ اتفضل. اتفضل يا فندم. هو في الحقيقه يعني سيادتك وحشتني، قلت اجي ازورك لكن ظهر انك مشغول يعني. لا ابدا، دي جريمه قتل ولسه تحريات المباحث شغاله، واحد مقاول اتقتل واتسرق منه 100,000 جنيه، دي جريمه عاديه الهدف منها هو السرقه طبعا. تعرف يا استاذ عادل، انا بندم اني ما اشتغلتش في النيابه، شغل النيابه فيه اثاره ومتعه زي سيادتك ما قلت لي قبل كده. فعلا ده حقيقي، سعاده الواحد مننا لما بيحل لغز قضيه او بينصف مظلوم بتبقى سعادة ملهاش حدود. والقضية اللي في ايد سيادتك يا ترى حليت اللغز بتاعها ولا لسه؟ لا لسه، لكن لازم هتتحل، المسألة مسألة وقت وبس.
على العموم سيبك من الشغل ومن متاعبه، ايه رايك تخليك معايا النهارده نتغدى ونتعشى سوا؟ انا مستعد اوافق، بس على حاجه واحده بس، يا الغدا يا العشاء. خلاص اختار اللي يعجبك. اختار الغدا والعشاء. زغلول القرموطي. أي خدمة؟ عازم نفسي على كاس عندك. أنا ما أقدرش أعزم حد ما أعرفوش. ما هو ما يجراش حاجة لما تعرفيني. يعني إيه؟ استنى أنت يا جدعان تعال. أنت عايز إيه؟ على فكرة أنا الليلة مش هقدر أشرب خمرة. يا ريت فنجان قهوة سادة. أصل عندي حالة وفاة وزعلان على المرحوم قوي. أنت بتقول إيه؟ ما اقدرش افتح وانت موجود. انا لو كان الاستاذ المحترم اهلا به وسهلا، لو اي حد تاني من فضلك وزعيه. مش علينا اي شبهه، البحث بعيد عننا خالص خالص. ايه يا ابتسام مالك مش مصدقاني؟ انا خليت وكيل النيابه قال لي على كل حاجه. البوليس عنده اعتقاد ان الباعث على الجريمه هو السرقه، تخيلي. زغلول القرموطي. مباحث يا استاذ قرموطي. اعوذ بالله، انا صديق لمين حضرتك بالظبط؟ كنت صديق للمرحوم توفيق الاباني، ودلوقتي صديق لسيادتك وللمدام سليمان. اللي بيكلمك ده شاف كل حاجه. صدقتي بالمرحوم انتهت بوفاته. يا استاذ يا استاذ، ده انت بتاع قانون وعارف ان الوفاه سبب لاسقاط اي حاجه، والحي ابقى من الميت. اتفضل حضرتك استريح. سيادتك مبتسم على طول كده. اكره الزعل موت. سيادتك شفتني؟ ايوه، اصل كنت مع المرحوم، كنت مستنيه تحت في العربيه لغايه ما ينزل، ونزل فعلا. وانت عارف نزل ازاي؟ يعني سيادتك اللي خد ال 100,000 جنيه. ايوه، الكذب خيبه وانا راجل دغري. طيب حضرتك عايز ايه تاني؟ شوف بقى يا استاذ، انت برضه استاذ جامعه وكلك نظر. ازاي عرفت ان انا استاذ في الجامعه؟ ومرشح لمجلس الشعب، وهتنجح باذن الله، ولو ان ده يعني مش في صلب الموضوع. طيب ايه هو صلب الموضوع؟ هو مش سيادتك خدت ال 100,000 جنيه اللي كانوا في العربيه؟ ايوه، بس دي فلوس المرحوم مش فلوس كنتوا. ثم انا خدمتكم خدمه كبيره قوي. يعني مثلا لو كنت سبت عربيه المرحوم في مكانها قدام البيت، كان زمان البوليس هنا، وكان زمانك انت والمدام في حديد. خلي بالك خلي بالك، انا راجل خدوم جدا. طلباتك
هي طلبات بسيطة. في الواقع أنا أحب المرتب الثابت، عايز تلت مرتبك أول كل شهر بما في ذلك العلاوات والمكافآت، وإذا أنت بقى اديت دروس خصوصية ليه فيها التلت برضه. آه، وإيه تاني؟ بما إنك أستاذ تقدر، ويا ريت تدينا بقى الامتحانات أهو نسترزق من وراه. وإيه تاني؟ ده بالنسبة ليك، أما بالنسبة للأمورة الحلوة فهتكون تحت أمري في أي وقت، ودي حاجة مش صعبة عليها. افرض هي مش عايزة. جايز أنا سئيل شوية أو جايز هي ما تستظرفنيش. معلش أنا برضو أحب أطمن المدام، أنا ماليش في موضوع الستات ده خالص. الله، طب لما سيادتك مالكش في الحكاية دي خالص، امال عايزها يعني تعمل بيها ايه؟ مش انا، اصدقائي. اصدقائك. وايه تاني؟ بس تحب تطلب البوليس ولا اطلب انا؟ لا انا ولا انت يا دكتور، انا ماشي دلوقتي وهسيبك لبكره تفكر. عارف تفكر في ايه؟ فكر في مستقبلك وسمعتك، في ولادك لما يكبروا ويعرفوا ان ابوهم المحترم في السجن. في حاجات كتير قوي تفكر فيها. ها انا خارج وهعرف ازاي اتصل بيك. الحمد لله على السلامة يا دكتور. الله يسلمك. أظن من حقي أعرف كنت فين لحد دلوقتي. وعايزة تعرفي ليه؟ أنت من إمتى بيهمك تعرفي أنا كنت فين؟ بعد اللي حصل بقت كل حاجة تهمني. هو إيه يعني اللي حصل؟ ممكن أي حد يلبس هدوم على اللحم، فيها إيه؟ مفيهاش حاجة طبعا، وتصرفاتك وأحوالك المتغيرة يا دكتور. عليا أرجوك تقدري الموقف اللي أنا فيه. أنا عندي معركة انتخابية بحضر لها، وعندي عرض من شركة استثمار بدرسه، وفي مقابلات كتيرة بعملها. أنا الأيام دي بشتغل لمستقبلي بس، ولازم تساعديني، ولو سمحت عايز أستريح. عايز أستريح، مش عايز منك أكتر من كده. أيوة يا فندم، توفيق بيه متعود يسهر عندنا، وكان سهران هنا قريب من كام يوم. كان معاه حد؟ ايوه كان معاه واحد. تعرفه؟ لا، اول مره اشوفه معاه. تقدر توصفه؟ طبعا، ولو اني ما حققتش فيه قوي، اصل توفيق بيه زعل ومشي بدري. زعل ليه ومشي بدري ليه؟ عدم المؤاخذه بيه، توفيق بيه الله يرحمه طول عمره غاوي الستات، والمحل بتاعنا نضيف، وسعادتك عارف. ما تعرفش بعد ما خرج من هنا راح على فين؟ ما اعرفش يا بيه، بس اكيد راح يصرف في حته تانية. الراجل اللي كان معاه تعرف شكله؟ اوصفه بسعادتك. تسمح تيجي معايا نوصلها ونكمل كلامنا واحنا راجعين؟ ناوي ناوي، احنا ورانا ايه؟ مين؟
مين؟ زغلول القرموطي. يا فندم عايز ايه؟ سبحان الله، الباب ده عمره ما اتقفل في وش حد. هيتقفل في وش انا ليه بقى؟ افتحي بقولك. مش فاتحه يا اخويا. باب البوليس مفتوح طول اليوم. ايه استنى استنى استنى، ان شاء الله تجيب مصيبه. مش ناقص قلب الدماغ. انت عايز ايه؟ لا لا، انا احب الناس تستقبلني بلطف. لا اسمع، انا مش فايقالك، انت جاي لي انا ليه؟ عشان نتفاهم. على ايه؟ لان نتفاهم على ايه؟ عندك الدكتور هناك اتفاهم معاه زي ما انت عايز. انت بند والدكتور بند تاني. لا يا حبيبي، انا ماليش دعوه بالحكايه دي من اصله. مفهوم يا حلو، انت حصتك صغيره لكن برضو ملطوطه فيها. انت عارفه اليومين دول ان الذهب سعره في الريح. انا ما عنديش ذهب لكن انت عندك. اصله عايز ايه؟ عايز اللي عنده يدي اللي ما عندوش. قلت ايه؟ قولي لي يا اختي، هي كل الحقوق فين؟ تعالي معايا. لا معلش، اصل انا عايزه الدكتور سليمان عبد الباسط، مش هو فيها برضه؟ اي طب تعمليش فيا معروف يا شابه وتقولي له ان ابتسام بره عايزاك في حاجه مهمه قوي. حاضر. قول لي الملازم هتنزل امتى؟ مفيش ملازم، اعتمدوا على المحاضرات. صباح الخير يا دكتور سليمان. صباح الخير. في واحدة ست بتسأل على حضرتك ومستنياك بره، بتقول اسمها ابتسام. عارف ان البوليس ممكن يقبض عليك في اي لحظه، ده تعمل ايه هنا؟ زغلول. زغلول يوليوس قصر، مش مهم، المكان ده محرم عليك. اصلك ما تعرفش عمل فيا ايه. يعمل اللي يعمله، انا كنت جاي لك، فضلت اطلع بره وما اجيش هنا تاني. الله، ما توحد الله شويه، انت بتمر وتنهي فيا ليه يا اخويا؟ هو انا قتلت ولا كنت قتلت؟ خلاص. فوتك بعافيه يا حبيبي. ابتسام. زغلول القرموطي، زغلول، قلت لما عاوزك اعرف الاقيك. انا عارف انك مش عايز حد يشوفك معايا. في مكان معين تحب نقعد فيه نتكلم؟ ولا مكان معين ولا حاجة، أدينا بنلف. قلت إيه يا ترى؟ وافقت على طلباتي البسيطة؟ دي طلبات مستحيلة، مش ممكن هتحصل. ظهر عليك مش عارفني كويس يا دكتور، أنا أكره انفصال موت، إما طلباتي وإما مستقبلك. خلي بالك أنا كلمتي واحدة. سارح في ايه يا دكتور؟ اكيد بتفكر تقتلني عشان تخلص مني، لكن انا صعب عليك قوي. مش مساله انك صعب.
انا ما اقدرش اقتل النملة وانت عارف كده كويس. ما هو مفيش قدامك غير يا تقتلني يا توافق. اعتبرني موافق. امتى بقى نمضي الورق؟ ورق ايه يا دكتور؟ ده انت بتاع قانون وعارف كل حاجة. اي اتفاق لازم يتكتب على ورق. ايوه لما يكون اتفاق مشروع. حبيبي انت هتمضي على كام شيك كده لزوم الضمان؟ قلت ايه؟ طيب اديني فرصة افكر. احنا كده بنضيع وقت كتير قوي. نتقابل الليلة بالليل في اي مكان، وهيكون معايا دفتر الشيكات برضه في العربية. قولي على اي مكان افوت اخدك منه الساعة 12 بالليل. اشمعنى 12 بالليل؟ قبل كده انا مشغول. خلاص هقول لك على المكان. اطلع بينا بقى. حلو. هو ده، هو ده اللي كان مع المرحوم توفيق الأباني. زغلول القرموطي قواد ونصاب محترف، مركز نشاطه الأساسي اسكندرية. احتمال كبير قوي يكون هو اللي قتل توفيق وأخذ الفلوس وسافر اسكندرية. هيكون قدامه إيه غير كده؟ مفيش قدامنا غير ان احنا نسافر له. دكتور لا ده اصله بصمم الماكيت بتاع الدعايه الانتخابيه. معقول؟ ده شكله زي ما يكون غطى بلاع. غطى بلاع ازاي بس؟ لا ده اصله ده قرص الشمس. ده الرمز الانتخابي بتاعي. لسه لما هياخد لون الشمس هيبقى كويس قوي. هيبقى كويس. زغلول مسافر مصر ولسه ما رجعش. طب ما تعرفش مسافر مصر بيعمل ايه؟ الله اعلم، جايز فسحه وجايز شغل. شغل؟ ما تعرفش مين اصحابه في مصر؟ اسال سيادتك البنت زيزي عليه. يا زيزي اصل منين صاحبها زيزي. باين على حضرتك ظابط مباحث. صح. ولازمتها ايه الزيارة دي؟ زغلول القرموطي في مصر. عند مين في مصر؟ معرفش يا بيه. طب تفتكري ممكن يكون فين هناك؟ هو متعود ينزل في اللوكاندا. تحب أقدم لحضرتك علوانها؟
جبت دفتر الشيكات؟ طب سوق على حته هاديه بقى عشان هنكتب كتير. انت الظاهر عليك حبيت الشارع ده، خايف نمشي في حته تانيه تسيء الظن بيا. انا كنت بهزر معاك يا دكتور، صعب ان حد يقتلني. ادينا بقينا اصحاب وهنشوف بعض كتير، وهتعرف مين هو زغلول القرموطي. ايه اللي حصل؟ ظهر سلك فصل. معاك كبريت؟ لا ابدا، دي عجله نايمه فكنت بغيرها. يلزم خدمه؟ لا شكرا. سليمان، سليمان انت ما بتردش عليا ليه؟ سيبيني الواحد دلوقتي، انا تعبان تعبان. ده بتعلي صوتك ليه؟ انت مش تعرف حدودك؟ إنني أهنئ الدكتور سليمان تهنئة حارة مخلصة من القلب، وأهنئ كلية الحقوق بأستاذ جاد مجتهد ملتزم، وأهنئ أبناء الطلبة بأستاذ سيكون لهم خير سند ومعين. أساتذة الأجلاء، زملاء الأفاضل، الإخوة مندوب الطلبة، في لحظات كهذه تغيب الكلمات
وتتلاشى الأفكار، وقد لا يجد الإنسان ما يستطيع أن يتحدث به لإحساسه بالسعادة لوجوده بين أساتذته ومعلميه الذين تربى بهم وتعلم على يديهم. شكرا. جريدة الأهرام طلبت مني كتابة سلسلة مقالات عن القوانين المختلفة، وأنا اعتذرت لأني مشغول، ورشحتك يا دكتور سليمان لرئيس التحرير، فرحب بيك جدا ومعادك معايا يوم السبت، ودي فرصة ليك عشان اسمك يكبر. متشكر يا دكتور، متشكر. زغلول القرموطي ساكن عندنا فعلا يا فندم، مفتاح اوضته موجود، اصله ما رجعش من ساعة ما خرج ليلة امبارح. طب اديني مفتاح اوضته. حاضر. الو بوليس الناد ده؟ قتيل؟ ايوه قتيل، لقيناه في شبكة المجاري. دي فلوس توفيق القبالي، ما فاضلش غير زغلول، هنلاقيه. الو ايوه انا الرائد احمد امين. طب متشكر، زغلول ظهر كويس قوي. بس جثه زغلول القرموطي مات غرقان في المجارب اسفكسيا الغرق، وما فيكش اي اصابات. معقوله دي؟ الوفاه جنائيه يا استاذ عادل. ايوه بس الوفاه حدثت من حوالي 18 ساعه، يعني من حوالي الساعه 12 ونص او واحده بالليل. مش جايز كان سكران واقف في بلاعه مفتوحه ولا حاجه؟ لا أنا واثق إن زغلول مات مقتول بواسطة شخص أقوى منه. أكيد كان له شريك تاني في قتل توفيق الأباني. إحنا مراقبين اللوكاندا اللي كان فيها زغلول، وخاصة إن الفلوس لسه بعيد عن الشريك وأكيد هيدور عليها. وأنا محتاج أقابل مهندس متخصص في شبكات المجاري. اتفضل يا فندم. صباح الخير. أهلا يا دكتور. سيادة خارج ولا إيه؟ عندي معاينة بسيطة، مكان مش بعيد. جريمة جديدة؟ لا قديمة بس كبرت شوية. انت فاكر طبعا قضية توفيق الأباني؟ اه طبعا. في قتيل جديد بس اتقتل بطريقة ذكية جدا. نكمل كلامنا في السكة. على فكرة اعرفكم ببعض، الرائد احمد نديم. اهلا وسهلا. سليمان عبد الباسط. اللي قتل توفيق الأباني اتقتل بطريقة بشعة. تصور يا دكتور سليمان، القاتل ذكي جدا، رماه في بير للمجاري. يعني مهم سيادة الرائد انه يدور على القاتل الجديد. هنلاقيه. موفق ان شاء الله. وجهة نظري في القضية طلعت سليمة. توفيق اتقتل بسبب الفلوس. واحد اسمه زغلول القرموطي قتله وسرق فلوسه. دي المنطقة الوحيدة اللي فيها شغل، وبعض الآبار بدون أغطية، لكن زي ما حضراتكم شايفين صعب إن حد ما يشوفش التحذيرات دي كلها. البلاعة دي مش ممكن تسع جثة راجل. طبعا يا فندم. ده بير عمقه متر ونص، بيسلم لماسورة 2 متر. يعني ساعة راجل واتنين. احتمال كانت مكشوفة و... ما اعتقدش. امال يعني هيكون وصل للمجاري من تحت الارض؟ ما هو لازم يكون نزل من فوق. ولا رأيك ايه انت يا دكتور سليمان؟ ممكن يكون اتقتل برا وبعدين اترمى في المجاري. بس سبب الوفاة اسفكسيا الغرق. وماله؟ ممكن اللي قتلوه يكونوا غرقوه ان شاء الله حتى في بانيو. انا شايف ان الجريمة التانية قتلت الامل نهائي في انكم تكشفوا سر الجريمه الاولى. بالعكس، دي يمكن سهلت المهمه. حتى لو كان المجرم حريص على نفسه، حرصنا دايما بيكون اكبر من حرص المجرم. وحاجه تانية، احنا بتبقى اعصابنا هاديه جدا وعندنا صبر اكبر، ودي اشياء بيفتقدها المجرم مهما كان. وتفتكر مين اللي قتل القرموطي؟ يعني هيكون مين؟ واحد بلطجي زيه. الناس دول لهم سوابق ولهم ملفات عندنا، ودينا لمينا كل الستات المشبوهين، واكيد في واحده منهم هتوصلنا للهدف بتاعنا. لميتهم كلهم؟ ايوه يا دكتور. في حاجه؟ لا ابدا،
أنا بقول اللي غاوي يصل الليلة دي يشرف عندكم في المديرية بدل شارع الهرم. البنات وخفت نكون ضمنهم مش كده؟ ما انا كمان الاخبار بتوصلني اول باول. اطمن يا دكتور، انا بعيد عن سكه البوليس، وحتى لو طلبني ما عنديش حاجه اقولها يا حبه عيني. البيه رئيس المباحث هياخد اقواركم واحده واحده. هياخد اقوالنا في ايه؟ ما اعرفش، واللي مش حاسب على حاجه هيروح بيته. تعال انت. مطلوب منك تقول لنا كل اللي تعرفيه عن صاحب الصورة دي. مفيش داعي للإنكار، لأننا عارفين كل حاجة. عمري ما شفت الخلقة دي. بلاش الخلقة دي. شفت الخلقة دي؟ ده توفيق الأباني اللي اتقتل. يعني عارفاه؟ كل البنات اللي في التخشيبة يعرفوه، واللي بره التخشيبة كمان، أصل المرحوم ملوش شغلة غير الستات. افهم من كده انك تعرفي حد من البنات اللي يعرفوا توفيق الاباني ومش موجودين في الحجز هنا. طبعا. زي مين؟ بقول لحضرتك كتير. وماله؟ احنا ورانا ايه؟ ان شاء الله يكونوا الف بنت. في بنت اسمها ابتسام، كان بيعزها المرحوم قوي. ابتسام؟ رائد احمد نديم من المباحث. اي خدمة؟ ابدا. عايز ادردش معاك شويه، تسمح لنا ندخل؟ بينا في حالي، لا اعرف زغلول ولا اعرف توفيق. بس انت تعرفي توفيق يا ابتسام، تعرفيه؟ حرام عليكم، ما في اكتر من 100 بنت يعرفوه، اشمعنى انا يعني؟ ما حدش اتهمك بحاجه، احنا بنسالك زي ما سالنا ال 99 الباقيين. فتش الشقه يا مدحت. النهاردة هنتكلم عن الركن الثالث من أركان الجريمة. شفتي ايه؟ ايه دول يا ابتسام؟ زي ما حضرتك شايفه. بس دول رجالي. عارفه انا شايفك لفاهم ومحتفظه بيهم بعناية. اصلهم شايلهم تذكار. تذكار حلو ولا مر؟ حلو طبعا. ممكن اعرفه؟ الركن المعنوي في الجريمه هو علم المتهم لجميع عناصر الجريمة، كعلم السارق أنه يسرق ويستولي على ما هو مملوك للغير، كذلك الإرادة، وهي أن نتيجة إرادة المتهم
إلى تحقيق النتيجة، كان يسرق أو يقتل. نأتي إلى الركن الآخر. الركن الآخر لازم منكم 5 دقايق ويمكن ما اقدرش اكمل المحاضره، ويمكن تكون دي اخر محاضره بالنسبه لي.